تحية كبيرة لكم وخالصة لكم، مرحبا بكم، مرحبا بكل من ضم لنا اللحظة في الاستماع، أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفيائنا. رقمنا مفتوح لكم لأجل التواصل، لقائنا مازال مستمر معكم دائما وبرنامجكم صحة وسلامة. وغنمشيو مباشرة ناخذوا معنا مكالماتكم، وغادي ناخذوا معنا اللحظة لالا مريم من الرباط. صباح الخير يا لالا. السلام عليكم يا لالا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا. شكرا بزاف على البرامج ديالكم. تنشكرك تنشكرك بزاف راك عزيزة وغالية. تنشكر الدكتور. الله يحفظك لالا يخطيك لالا. مرحبا. والله يخليك دكتور. المشكل ديالي هو انني اكتشفت مؤخرا بان عندي جرثومة ديال المعدة. نعم. ومن غير الجرثومة دارت لي الكولوسكوب ديال الامعاء. الوغ الامعاء قالت لي راه ملويين، عندك الامعاء ملويين بزاف. وانا ما بحال ما سميت. لا غير اسمح لي الله يعطيك الخير، اسمح لي، عندك القبط؟ عندك القبط دابا؟ عاد ما بقاش عندي، كان عندي دوز رمضان كله بالقبط. شحال كتمشي المده ديال القبط معك؟ بحال قلت لي شي 4 ايام مثلا هكذا. عاد كندخل واش دابا ما بقاش عندي القبض. دابا ما بقاش عندي القبض. واخا اها تفضل. راه جرثومة قالت لي عندي راه حاليا باقي ما بديتش التريتمون ديالها، لان من نهار اللي دوزات لي قبل ما دير لي لاناليز عطاتني واحد التريتمون. ملي دارت لي لاناليز وخرجات لي فيه سيرولوجي اش بي قالت لي حطهم لي هذاك التريتمون اللي عندك، عاد بدا التريتمون ديال جرثومة. وكنحس شويه لاباس المعده. مي الامعاء ملي دارت لي الكولوسكوب قالت لي راه ملويين، كاع داك البنات اللي كانوا معاه خرجوا كيقولوا لي راه ملويين بزاف. ولكن انا ديك ملويين ما اهتميتش، ما عطيتهاش واحد الاهميه. الوغ كو دابا راه كنحس بهم كيتنفخوا ليا، وتا عندي فيهم شويه ديال الالم وكيتنفخوا كيديروا واحد الصوت. وملي نشوف داك لو سي دي عطاتني واحد السي دي، ما تيبانوش كاع داك الامعاء زعما كيفاش مخبيين. راه قالت لي بحال تجمعوا في واحد البلاصه تخباو مثلا في واحد الغشاء، بحال مخبيين في واحد الغشاء تيبانوا ليا. وبغيت نعرف واش هادشي زعما فيه شي خطوره على حياتي مثلا، الا سواو ليا مثلا. واخا شوف انا نشرح لك مريم. انا نشرح لك. مرحبا. واخا بارك الله فيك. مرحبا مرحبا. تفضل. هو شوف احنا دابا نورمالمون ديما العلاقه ديالنا مع المختص كنسولو هذه مساله، والمختص ما كاينش مختص ما يجاوبكش، بالعكس مختص كيعجبو الحل كتطلع معاه المستوى تتناقش معاه شي امور. هضرنا على العموم، على العموم كيعجبو الحال. ف انا مين نقول انا الامعاء ديالي ملويين؟ راه ملويين. علاش؟ لان الامعاء الى جينا نشوفوا المساحه ديالهم راه 200 متر مربع. الامعاء ديالنا غير الدقيقه بوحدها 7 متر، لكن هذاك اونيفو اناتوميك من حيث الجانب الجغرافي ديال الامعاء ديالنا راه ملويه. داكشي من عند الله، ربي عطي واحد المسالك غير هي طونك ان ما كيناش كونستيباسيون. يعني اول مره انا كنسمع هذا الكلام صراحه، يعني انا نهضر على راسي، يعني منذ التخصص اول مره كنسمع ان عندنا الامعاء ملويين. هما الامعاء ملويين مي غتبغي تدخل شي حاجه في وسط واحد لا بارتي فيسيرال. لاحظوا ان الامعاء ديالنا فين كاينين، راه سي نورمال غادي يكونوا الزوايا اللي هما ملويين. فوقاش كنهضروا هنا الامعاء ملويين حقيقه، هما لي كوليك، هما لي ديفيرتيكول. تما كنكونوا كنهضروا على واحد اوبستركسيون اللي خاصه تدخل جراحي مباشره. لان هذا المفهوم اللي تقال لك اختي مريم راه الا كان واقعي وكان واحد البلاصه ملوي فيها المصران خاص لوبيراسيون مباشره. مي الامعاء ملويين، راه الله سبحانه وتعالى عطانا 7 متر، وانت تصور نعطيوك واحد تيو وبقى يكون كاع فليكسيبل والطول ديالو 7 متر، ونقول لك حطوه في واحد المكان بحال الا كاين زعما في البطن ديالنا، راه سي نورمال غادي يكونوا واحد الطيات وغيكونوا واحد. علاش سولتك انا على لا كونستيباسيون؟ علاش لا كونسيباسيون؟ لان ما خصهاش تكون عندنا اوكلوزيون. شنو هي اوكلوزيون؟ واحد البلاصه في المصران محبوسه
ثنايا ديفيرتيكول، واحد الفنيشات كيكونوا شرف الله وقدركم خارجين من القولون وكيعمروا بالفضلات وكيبقاو تمايا، وي هنا كيكون مشكل. هنا الموضوع ديالك اختي مريم خص ضروري يكون التتبع مع المختص، هذه من جهه. من جهه ثانيه غير باش نشرح لك واحد النقطه بعجاله باش تعرفي راه الموضوع ماشي مفروق، الالام اللي كيجيك في الامعاء زائد هذيك لا كونستيباسيون اللي كانت عندك عندها علاقه مباشره بالجرثومه الحلزونيه. علاش؟ لان الجرثومه الحلزونيه اخر من يلتحق بالسير لو سيندروم ديال هذه الامراض هذه، حيت كاينه امراض كتبدا اخرها كتلتحق هي الجرثومه الحلزونيه، كتلقى وسط ملائم كتستغل كل شيء، كتبدا لا ديسبيوز، الامعاء ديالنا كيسكنوها خمائر وبكتيريات ضاره، مي كتسكن هاد البكتيريات كتستوطن القولون كامل، لو كولون اسوندون، لو كولون ترانسفيرس، لو كولون ديسوندون، لو ريكتوم، صافي كتسالي داك الاماكن كتسكن فيهم كاملين، كدوز من واحد الصمام اللي كاين بين المعي الدقيق والمعي الغليظ كتسمى الفالف اليوسيكال، مي كدوز كتدخل الامعاء الدقيقه، الامعاء الدقيقه لانتستان غريل مقسوم على ثلاثه، فيه ديودينوم جيوجينوم لي ليون، كتبدا هي باللي ليون كتبقى طالعه جيوجينوم كتبقى طالعه ديودينوم، كيتسمى سيغ ديفلوبمون بكتيريان، تكاثر البكتيريات الضاره. مي كتستوطن هاد البكتيريات هاد المكان اش كدير الجرثومه؟ الجرثومه كتستغل الفرصه وكتطلع في المعده، كيطلع العدد ديالها في المعده. اذا انت شنو خاصك ديري اختي مريم؟ اتبعي مع المختصه ديالك، راقبي انسان يراقب الخروج شرف الله وقدر الجميع، ما تكونش عندنا كونستيباسيون، غادي تركزي على الالياف الغذائيه اللي كاينه دابا في البقوله، راه غتجي الصيف كاينه الرجله، الفواكه الموسميه، الخضر الموسميه، اللقاح عافاكم، ركزوا على الدهون، عاودوا رجعوا للدم، الدم يكون مزيان، الدم خصنا نرجعوا له بالحق، خصنا نرجعوا له يكون الدم داك الصديق ديالنا، حنا ملي سمعنا الدم سمعنا المقليات، سمعنا لا، رجعوا الدم يكون جيد، زيت الزيتون، البيض البلدي، لحوم جيده، عطيها بالزيت، هاد الامور اللي فخوي اولياجينو او لا الحبوب اللي هي الزيتيه، هادو هما جيدين جدا. الدهون جيده جدا، الى لقات زبده بلديه جيد، الى لقات بيض بلدي جيد، علاش؟ لان هادو فيهم دهون، والدهون تساعد الطبقه المكونه للقولون والامعاء على انها ما تكونش خشنه، ويكون عندنا ما تكونش عندنا كونستيباسيون. شرب الماء بشكل كافي، الحركه، شوفوا مربين الخيول، احنا تبارك الله عندنا في المغرب ناس دي بروفيسيونيل في تربيه الخيل، راه مي كيقول لك شنو هو العدو الاول ديال الخيل؟ هما لي كوليك. كيجي الفيتيرينير اش كيقول له؟ كيقول له مشيه، العود خصو يتمشى، دونك العود مي كيولي ياكل وما كيتحركش، العود ديال التبوريضه ما عمره تلقى عنده كوليك. علاش؟ لان كيخرج كيجري هكاك. حنايا عاوتاني، حتى حنا عاوتاني الانسان مستحيل تكون عندك قبض وكونستيباسيون وانت كتحرك. علاش؟ لان كما العضلات اليد ديالك راه حتى الامعاء عضله، سون دي موسكل ليس، فتحركوا عفاكم، شربوا الماء، وقت النقاهه اليوميه اللي هو النوم يكون نوم كافي، يكون حركه، تكون حركه اللي هي حركه جيده على طول النهار، النظام الغذائي يعتمد على الدهون الجيده، الالياف الغذائيه الموسميه اللي كاينه في الخضر وكاينه في الفواكه، نبعدوا على المصنعات والمحليات الاصطناعيه، علاش؟ انها كتعطينا فيرمونتاسيون وكتعطينا التهابات، ونركزوا على الغذاء الاساسي الفخر ديالنا اللي هو الخبز، شرط انه يكون بالخميره البلديه، هذا هو النظام الغذائي بشكل عام اللي كنديروه للوقايه وللعلاج خلال الفتره ديال الجرثومه الحلزونيه. مرحبا. مرحبا، طيب ناخذ معنا مكالمه اخرى، معنا ام ريهام من بني ملال، مرحبا بك لاله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يخليك، بس الدكتور يوجهني، عندي بنتي مريضه وما عرفتش شنو تخصص غادي نديها. شنو عندها ام مريم بالضبط؟ اولا كان فيها الاشبي. اها، شحال السن ديالها؟ عندها 12 عام. بالغة. نعم. اكتشفنا أشبي في الصيف، مع العلم أن الأعراض نعم. إذا كانت عندها شي 4 سنين هذه ولا 5 سنين، ولكن نعم. عاد عرفنا بلي عندها. خدا في تريتمون من بعد مدة، درنا تحاليل لقيناها ما بقاتش عندها، ولكن حاليا كتعاني بزاف، ديما فمها عيت 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 ديما العيا. وي وي تماما. عينيها عيني تيبروها كتقول لي فنشوف على الخير الضبابة. ديما الطاقة ما كايناش، نفيق مع الصباح واخا تنعس، شحال من عساس نفيق في الصباح الطاقة ما كايناش. شحال الوزن ديالها أم مريم؟ شحال الوزن ديالها؟ 46 تقريبا 46، وما عرفتش. 46؟ لا، واش متأكدة من الوزن؟ اه نعم.
ما عرفت واش الهرمون اللي رجعات ولا باقينا تسببت ليها في نقص الامتصاص ديال المعادن. ما عرفتش واش غادي ندير انا من راس ديما العينين في كذا بابيه واش حتى العضلات كيبقاو يفرفروا بوحديتهم. نعم كتحس العضلات ديالها كيفرفروا. مع العلم انا درنا ليها لينيفيس كان مزيان. نعم والفيريتين هو اللي كان وقف الحصه المهم غادي قريبا نقص عندها 14. لا انا بالنسبه لي ليموغلوبين شحال عندها ليموغلوبين بلاتي نشوف لنفس تلقاي ليموغلوبين. ليموغلوبين كاين 14.3. نعم مزيان داكور. اها دابا شنو غادي شحال دابا اخر مره درتي لها الاش بي خرجت نيجاتيف فوقاش؟ بالضبط 19 شهر جوج. داكور واخا شحال قلتي لي باقا كتبدل ليه عندها تبول ليلي. نعم بداو عندها علامات البلوغ مازال؟ اه بالغه كتجي هاد الشهريه. الدوره الشهريه مقاده؟ لا ما منتظمش. واخا دونك هذا المشكل بالضبط. واخا ما كيبانلكش بلي البنيته عندها وزن زايد؟ لا كتبان عاديه كتبان الفورما ديالها ايديال. نعم واخا نجاوبك ان شاء الله. مرحبا واخا الله يجازيك. مرحبا. وشوف هذا هو المشكل اختي سكينه عند بعض الامهات منها ام مريم. هي قالت بلي لا فورم ديالها ايديال يعني ان البنيته زايده الوزن. نعم بنيته 12 سنه يعني راه بالنسبه للوزن ديالها راه زايد. علاش؟ لان مي كنقولوا 12 سنه راه كنهضروا على من 31 كيلو حتى ل 33 34 كيلوغرام. هذا الوزن اللي خاصو يكون. يعني البنيته زايده 10 الكيلوغرام وحنا الوالدين كنشوفوهم نورمال. هذا يعني مساله مهمه بزاف بالنسبه للبنيته. انا ماشي باش نخلع ام مريم فقط، غير باش البنيته ضروري خصها متابعه مع بيدياتر ونظام غذائي جيد. علاش؟ لان البنيته من دخلات وإلا عقلتي اختي سكينه واحد النهار كنا درنا حلقه على جورتوموس وقلتيني يعني السن ممكن كنت قلت لك باللي ممكن طفل في عمره عامين 3 سنين تكون عنده جورتوما الحاله زونيه. دابا شويه غنبقى نلقاو الطفل في عمره اسبوع غنلقاو عنده جورتوما حاله زونيه الا ما ردعناهاش. هذه باش نكونوا عارفينها. فالبنيته عندها ان بروبليم جينيرال اللي اثر لها على الدوره الشهريه ديالها واثر على الجانب الطاقي ديالها. الناس غيقولوا الجانب الطاقي. شوف الا عندك جرثومه حلزونيه ما غتقدرش تنوض في بعض الحالات. الجرثومه المظهرات ديالها تختلف. راه ما كاينش شي حاجه سميتها اعراض عامه. اعراض عامه وي، مي كاين الاعراض الخاصه. ومن الاعراض الرئيسيه للجرثومه الحلزونيه انها ما كتخليش الخلايا يديروا التنفس الخلوي، وبالتالي ما عندكش الادينوزين تريفوسفات، وبالتالي ما عندكش الطاقه. وهادشي اللي كيوقع عند بزاف ديال الناس. انا شنو في رايي ام مريم؟ انك تعاودي تردي البنيته لعند البيدياتر وعاودي لها اختي الكريمه الجرثومه الحلزونيه. قالت باللي كانوا اعراض ديال 4 سنين. شتي داك المده من 4 سنين حتى اكتشفناها من بعد وقع ما وقع في الجسم. انا ماشي كنخلع الناس، مي بعض المرات كتكون هذيك الخلعه هي السبب باش كتفيقنا. راه الجرثومه الحلزونيه بزاف الناس عندهم ما عارفينش. راه الجرثومه الحلزيه كاين الناس اللي دايره لهم ديبرسيون، كاين الناس اللي دايره لهم امراض جلديه، كاين امراض جلديه وحنا غادي نشوفوها. الجرثومه الحلزونيه كتكون ديما كتمشي مع الكونديدا البيكون، والكونديدا البيكون في الامعاء هي دازت الدوره الدمويه حيت عندك ارتشاح الامعاء كتعطينا واحد نمو لي شامبينيون. راه كتشوفهم كيكونوا خاصه على مستوى الفم ديال الانسان وعلى مستوى الاعضاء التناسليه لا عند الذكر ولا عند الانثى. هنا عرف راسك باللي راك فوزيت في لو ستاد افونسي ديال الكونديدوز ديال الكونديدا البيكون. داكشي علاش الكونديدا البيكون الالام هاد المشاكل اللي كاينه كامله جايه من الجرثومه الحلزونيه. علاش؟ لان ملي كنمشيو نلقاو الجرثومه الحلزونيه كنعتقدوا باللي مي غنمشيو نعالجوها. حنا ماشي كنعالجوها. إذا مشيتي خديتي أنتيبيوتيك شنو غدير؟ غتزولها ولكن غترجع غتقول لك إذا عدتم عدنا. راه ما يمكنش أنا نكتشف عندي جرثومة حلزونية ونمشي ندير أنا واحد التريتمون اللي هو ثقيل لا ماديا ولا صحيا، لأن ملي كتقول بروتوكول ديال جرثومة الحلزونية راه ماشي ساهل، وتاخذ دي زونتيبيوتيك وفي الآخر ترجع تعيش كيف ما كنتي.
فدرتي هذا المجهود كامل وغمرتي بزاف ديال الامور ومشيتي شريتي الدواء ودرتيه وتحملتي العبء ديالو، فعافاك ما ترجعش تعيش كيف ما كنتي، خصك ترجع تعيش بنمط اللي ما يعاودش يرد لك الجرثومه الحلزونيه. اما صافي انا حيت درت لو تريتمون مزيان، عيدات الجرثومه درت لو تيست مزيان، من بعد شهر غتلقاها رجعات. علاش؟ ترجعتي للنمط. شنو هو النمط؟ الحلويات، المحليات، المواد المصنعه، ما ديرش خميره بلديه، الخمائر، الزيوت المهدرجه، النظام الغذائي المبعثر، هادشي كامل هذا كيعطينا البدايه من القولون والنهايه على مستوى المعده، وبعض المرات كتكون النهايه تاع على مستوى الاسنان، تاع على مستوى اللسان. الكونديدوز رامي كتحل لسانك كتلقى واحد البيوضه نقيطات، ماشي البيوضه العاديه، باش ما الناس ما يقلبوا لسانهم يلقاو لا بيوضه نقيطات، راه المختص هو اللي كيكتشفها، كيقول لك بلي راه عندك كونديدوز. هنا عرف بلي الكونديدا دخلت للدم، ومي كتدخل للدم كتولي صعوبه كبيره بزاف. ما عمر الكونديدا انا شخصيا فرقتها على الجرثومه الحلزونيه. فتغيير النمط ما فيها باس اختي ام مريم، رجعي عند البيدياتر ديالك، النظام الغذائي ديال البنيته بهادشي اللي كنهضروا عليه، زائد تعاودي الاش بي، لان انا شكيت حتى في الاش بي غتكون رجعت. علاش؟ لان ضروري النظام الغذائي نبدلوه، والبنيته ديالك راه زيدت تقريبا واحد 7 كيلوغرام. مرحبا. مرحبا. طيب ناخذوا معنا مكالمه اخرى ونختموا بها وبسرعه. خديجه من اكادير، مرحبا بك لاله خديجه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. اختي سكينه لاباس بخير؟ الحمد لله بارك الله فيك. مرحبا. مبروك على البرنامج. لاله اختك مرحبا بلاله، الله يجازيك بخير. تفضل. بغيت نسولو على الاهدرين عافاك على المرض الورديه لا غوزاسي. اها. كنعاني من دابا تقريبا 6 سنوات مع التريتمون، وهاد الاواخر خرجت لي الدواء تيتشرب، ولكن نشف لي بزاف وبدات واحد العين كتنشف. دابا من جانب التغذيه بغيت نعرف عافاك شنو الحاجه الاكل اللي نقص لي السخونيه من الذات ديالي، كنحس بالذات ديالي. خديجه تبعتي معنا الحلقه ديال اليوم من البدايه؟ اييه. واخا انا نجاوبك ان شاء الله. مرحبا. الله يجازيك بخير، شكرا بزاف. مرحبا. مرحبا. شوف اختي سكينه، الغوزاسي لاكني نفس الاستراتيجيات. علاش؟ لان هي عباره عن استجابه ديال الجلد ديالنا تجاه واحد الحاجه اللي هي انورمال الداخل. من غير لاكني عنده علاقه بلوندروجين وبلوستروجين، والغوزاسي عندها علاقه بالسموم داخل الجسم. نهار الجمعه ان شاء الله عندنا هذا الموضوع، البارح هضرنا على الجلد، اليوم هضرنا على لاكني. حنا غادي الاسبوع كامل ان شاء الله على الجلد، على اساس ان غدا عندنا الحساسيات ان شاء الله باذن الله الجلديه وعلاقتها بالتغذيه. انا دائما شوف دائما انا كنهضر على الجانب ديال التغذيه، جانب التخصص ديالي، باش هكا نبقاو نخليو كل واحد يهضر في المجال ديالو. فان شاء الله يوم الجمعه اذا كنا من اهل الدنيا غادي نهضروا على الغوزاسي ولا التاورديت، وشنو الاهميه ديال التغذيه في الموضوع هذا ان شاء الله، باش نعاونوا الناس انهم ان شاء الله يمشيوا شويه بشويه ان شاء الله، على اساس انهم يسترجعوا الصحه ديال هذه البشره وهذا الجلد ديالنا الجميل اللي كيعطينا الجمال ديال الانسان اللي هو حق مشروع. مرحبا. شكرا جزيلا لك استاذ محمد احليمي، واكيد ان شاء الله نتلاقاو غدا باذن الله. مشكور جزيل الشكر. كنشكر بطبيعه الحال اكيد استاذ محمد احليمي اخصائي في التغذيه اللي كان معنا في هذا الصباح هذا.